للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل من مدينة العالمين الجديدة. محمود، هل لك أن تطلعنا على المشهد والأجواء لديك اليوم من مدينة العالمين الجديدة؟ اهلا وسهلا بك ريهام وبكل السادة المشاهدين، نحييكم من جديد من مدينة العالمين الجديدة. والحقيقة النهاردة الأجواء جميلة ومبهجة في مدينة العالمين، خاصة هذا التوقيت تحديدا الذي نتحدث فيه إليكم من الممشى السياحي في مدينة العالمين. نرى الآن مع تحسن حالة الطقس الموجودة في مدينة العالمين والهواء الجميل، يعني الأسر التي بدأت الآن في النزول والاستمتاع بالممشى السياحي بالجولات الترفيهية المختلفة في الممشى السياحي، نظرا لأن الممشى السياحي أيضا يقدم العديد من الفعاليات الفنية الموجودة على مدار اليوم. إذا تحدثنا عن هذه الفعاليات، يعني اختتمت بالطبع بالأمس حفلة غنائية كبيرة للنجمة أنغام بحضور عدد كبير من الجماهير سواء من الدول العربية أو حتى من المصريين من مختلف الفئات. هذا الممشى السياحي أيضا ومن خلفي كانت هناك عدد كبير من الشاشات، وفي الحقيقة مجهود كبير من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تغطية هذا الحفل وإتاحة يعني هذا الحفل لمشاهدة كل الجماهير الموجودة لهذا الحفل سواء داخل العالمين أرينا أو حتى في هذا الممشى السياحي. واختتمت أيضا بطولة الجودو العربية بإشادة كبيرة من المشاركين لهذا التنظيم، والتأكيد على أن بطولة الجودو ستكون سنويا في مدينة العالمين الجديدة. اليوم أيضا سنكون مع موعد مع يعني حفل فني للمايسترو أمين بوتشار المغربي الذي اشتهر في الفترة الأخيرة بوجوده بفرقته الموسيقية للتفاعل مع الجماهير، ويجعل الجمهور هو من يغني الأغاني وأيضا يعني الكلمات المختلفة في الأغاني الموسيقية المختلفة. فبالتالي سيكون هذا الحفل أيضا موجود على المسرح الموجود في الممشى السياحي، هذا بالإضافة إلى أننا شاهدنا أيضا فرق الفنون الشعبية المختلفة التي تقدم مختلف الفنون سواء فرقة ألمانيا للفنون الشعبية أو فرقة مرسى مطروح، وهذا ما يميز مهرجان العالمين الجديدة، التنوع الموجود سواء في الفعاليات الرياضية والفنية أو حتى في الفعاليات الفنية بحد ذاتها، من التنوع الثقافي الموجود والتراث ما بين التراث الصعيدي التراث البدوي، وأيضا التمتع بكل الفعاليات في أماكن كثيرة. أيضا بعد أيام سيكون هناك كرة الطائرة الشاطئية الموجودة أيضا في مدينة العالمين الجديدة، بالإضافة إلى حفلات فنية أخرى ستقام خلال يعني الإجازة هذا الأسبوع. فبالتالي فعاليات كبيرة موجودة في مدينة العالمين الجديدة. نعم. وأنا أتحدث إليكم الآن أرى أيضا الزائرين من مختلف الدول ومن مختلف الجنسيات يتجولون في الممشى السياحي، وبالطبع يعني دائما ما نتحدث معهم ويؤكدون على يعني فخرهم واعتزازهم وفرحتهم بوجود مدينة تضاهي كل مدن العالم السياحية. نعم. وهي مدينة العالمين الجديدة، وسيستمتعون خلال الأيام القادمة بفعاليات أكثر وبفعاليات أقوى سواء كانت فنية أو رياضية. عودة إليك ريهام مرة أخرى. أشكرك شكرا جزيلا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة.